بتشتغل بيع النمسا؟ بتشتغلي بيع النمسا؟ من المهم إلك إنك تاخد راتب بتناسب مع عملك، معناتها أنت بالمكان الصحيح. اسمي مارينا ميكتس، أنا بشتغل عند اتحاد نقابات العمال النمساوي. أنا بحس نقدم لك المشورة المجانية حول قانون العمل وكل شي بيختص فيه، لأنه بس وتعرف حقك بستطيع المطالبة فيه. والأهم، أنا بحس نقدم لك المشورة والنصيحة باللغة الأم. أنا بحكي عربي وتركي. مثلاً أنا بستطيع ساعدك إذا أخذت راتب أقل من ما بتستحق، أو إذا ما أخذت المنة الحكومية اللي بتعطيها الدولة بأوقات معينة، أو إذا تعرضت لخصم من الراتب. وبحسن ساعدك أكثر من هيك بكتير. فيك بتتصل فيه أو تبعت لي إيميل. اسمي مارينا ميكتس، وبكون فرحانة إذا سنت ساعدك لتحصل على كل الحقوق يلي بتستحق بيا النمسا.